السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم في فيديو جديد ويوم جديد، وكل يوم يا إخوان عندنا جديد وكل ساعة عندنا جديد، وعشان تعرفوا إن إحنا دائما مميزين في كل شيء، بالسطح وبالحمام وفي المحتوى وفي كل شيء موجود، حتى عندنا سبحان الله كاريزما خاصة، عندنا بروتوكول خاص، عندنا شغلات حلوة خاصة فينا، لأنه إحنا بنحب شغلنا وبنحب الحمام وبنبدع فيه، وعشان إحنا بنحب الحمام لازم نعمل له كل شيء منيح، لازم نعمل له كل شيء منيح، وعشان بتكون بتحب الشغلة لازم توفي لها، لازم تعطيها، وعشان تعطيها لازم تعمل لها الأفضل. والحمد لله يا إخوان إحنا الحمد لله مش لحالنا، ولكننا الأوائل إن شاء الله، وعندنا الأفضل دائما، عندنا دائما الأفضل، عندنا دائما الأحسن، عندنا دائما الأرتب، عندنا دائما المفضل، وهذا كله بفضل الله ثم دعمكم، فضل الله ثم دعمكم. عندنا اليوم إشي منيح مرتب جميل ابن عالم وناس، ممكن ما يعني ما تتوقعش إنه في اثنين يعرفوا عليه، ولكن عشانكم قرأتوا الصورة مصغرة عرفتوا شو القصة. ولكن نعمل اليوم راح نشيل هدول، شايفين هذا النظام كله، شايفين الجنون هاي كلها راح تطلع برا اليوم. بس المشكلة محمود هدول فراخ جديدة، محمود ليه انت بضل نعلم فيك فرخ جديد اول مرة بطلع على السطح بتلحقه؟ يا ريت ما بطيرش، بتلحقش فرخ الصغير لأول مرة بطلع على السطح يا اخوان زي هيك. ها هاي محمود غلط غلطة، لحق لك الفرخ اول مرة بطلع على السطح صار يعمل له زي هيك. طب ما هذا فرخ جديد مش حافظ سطح، بطلع على السور بدب حاله برجعش، اذا كان بيقدر يطير بحمل حاله وبشرد، فهذا غلط. الفرخ بزدته على السطح وبتسيبه، هيو بتسيبه، اصلا لازم قلبك يصير وجعك لما يفز، لانه اذا فز ما بنزل فيه منه. هاي غلطة عندك، تعلم. تمام اخوان، راح نشيل هذا كله. طبعا في جواز عندها فراخ وقصص طرمة عندها، ولكن احنا مضطرين نشيل كل هذا، وراح يكون في عندنا نظام جديد. طبعا اوله هسه ما راح نحكي لكم، راح نفوت على الموضوع بالتفصيل مع بعض، بس نبلش نشيل الجنون وننظف الوضع كامل هان بنرجع لكم، راح نسرع لكم الفيديو طبعا، خليكم معنا. طيب اخوان راح نبلش هسه بشيل اول شيء مشارب الاوتوماتيك، يعني محمود كل اخر مشرب من هنا خليه يصفي المي على الارض، راح نفك مشارب الاوتوماتيك، بعدين يا اخوان نشيل المعالف، اقول لك بنخلي المعالف وبنشيل الجنون شوي شوي، بس اهم شيء نشيل المشارب الاوتوماتيك، لانه هم هذول يعني الحلقه الصعبه شوي في الموضوع، بعديها كل شيء راح يكون سهل عليك. اخوان تعبت كثير، محمود نزل يجيب كمامات اساس انه صدرنا طلطق تنفس، بس الحمد لله الامور تمام.
طبعا ايش تعملها بيوسف؟ خلص نزلك. استنونا بحلقة ثانية نحكي لكم ايش رح نعمل في الزق وايش رح نعمل في الغرفة هاي. الزق خلاص يعني الشكل القديم اخمر رح شوف. الحمد لله قبل تخلص ضل علي اطلع القن هذا خلص. يعني اخوان تكون الحلقة هاي هي، بعدين نشوف شو راح نعمل في الحمام هاي اللي طلعناها، وين راح نروح فيها، راح نسوي فيها. استنونا بجزء ثاني، هذا الجزء انه خلص ما في حمام. تمام، خلينا نكمل التنظيف. ما شاء الله طلع اخوان دولة، ما شاء الله حبات، اشي جميل. نغير مود التصوير تبع التنظيف اللي عملناه كله، هذا نغير لكم مود فرجيكم الحمامات. ما شاء الله الشيخ شلي امبارح كشيت واموره منيحة 100%، وضعه جاهز. دولة ان شاء الله هاليومين بنبلش كش فيهن. وهنا ما شاء الله صلاة النبي البواز. محمود بما انك فاضي لف على الحمام اللي عندهاش مي، هذول عندهم مشربتين فيش فيهم مي. وهنا ما شاء الله البواز صلاة النبي. هاي بديش افتح عليها لانه الوضع مكركب برا، مش حابب ايش انها تطلع برا وتتغلب في الحبس وتخاف من السطح من الحكي هذا. طبعا اليوم شغلتنا اليوم عن السطح يعني حتكون طويلة جدا، شغلنا على السطح حتكون طويل جدا، شغلنا على السطح. عشان هيك احنا مش اول يعني فترة مش راح نحطهم، مش راح نطلعهم حاليا اليوم. يعني هدول المفروض احط 15، هدول عين هون 21 طير، لاني اخذت خشتهم هدول، طلعوا بلشت ترمي ريش كثير، بلشت هسه تكتر ريش. تمام، هدول 20 طير وهناك، لا سوري، هان 21 طير وهناك في 10، راح ناخذ من هنا 15، سوري راح ناخذ من هنا 5 ونحطهم هناك، بصير عندنا 15 ب 16 طير هون، امورهم بتكون تمام 100% ووضعهم لوز. طبعا بالنسبه لموضوع الزق هاي، في عندنا كم من جوز بيضات، والله ما نعرف شو بدي اعمل فيه صراحه. هدول باضن، هدول ما بدريش عنهن، هدول المخزونيات لسه. طبعا هاي زكريا كشكل لي احمر، سلم عليكم ما شاء الله. عندنا هدول عندهم فرخين، وهنا عندهم فرخين، فرخ سوري، وهنا في فراخ. طبعا جانا تليفون نرد عليه ونرجع لكم. حبايبي زي ما انتم شايفين الحمد لله خلصنا هون، فضينا ضل عندنا هذا بس عشان انه ثقيل، بدي حدا يساعدني افرجيكم شو عملنا هسه برا، وين ودينا الجنون هاي مع بعض. طبعا في حمام بايضة كثير، ابي صدري مش قادر عن جد، كثير تعبان. هاي من الحياة السود بيضات، والله خسارة. يلا ملناش نصيب. زي ما انتم شايفين طلعنا كل شيء،
خلاص هيك الوداع. ليش حاط ايدي؟ عشان الشمس، الشمس اضاءة الشمس ضاربة زي ما انتم شايفين، يعني ما في. طبعا جبنا هان اشي مميز، استنوا حلقته. وهان ايش في عندنا؟ جواز مش سوري، شو الجواز؟ هاي البواز والحركات، وهنا هان خشة، هان خشة، هاي كله. هذا لسه في ترتيب جديد على السطح، في ترتيب جديد من اول وجديد على السطح راح يكون. بلشنا في المطير. شو هدول؟ والله المشامشة المشمشية على الهاض بايضة، والزومبية بايضة، يا حبيبي يا محمود. هذول عندهم فرخين، 99% من الجواز بيضات، وعندهم فراخ الحمد لله. بس ان شاء الله خير. اللي عنده بيض نفحص وبنشوف بيضه مليان ولا لا. اللي بيضه مليان بنحاول نخليه عندنا نحضنه، والبيض فاضي بنكبه له اياه عشان نعوض فيه. هاجنا الشيء فيه ما شاء الله. عشان انا تعبت اليوم كثير، على الاغلب مش حيكون فيه بس. تمام، هو حسب الفيديو امتى راح ينزل، يعني ممكن الفيديو ما ينزل اليوم، هذا ينزل بكره. تمام، فاحنا ايش بنعمل عشان ما يكونش في بس او شيء، عشان ما تعملوش حسابكم انه ما يكون في بس واعمل بس. راح ايش راح نتعمل حمام هاي محمود بعينك الله. انزل جيب شوال الدراي خلينا نعمل البلديات. تفوتوا هان انتوا، تفوتوا تعفوا، تفوت بدك تفوت خلاص انتحر. طبعا ما شاء الله هاي العروق، حبات حلوة جميلة مميزة بنت على المناس. بس هذا الابلق اخوان صاير احس فيه اشي، وهو انه في ريش صار يعلق في تمه كثير. طبعا في ناس ممكن يقول لك ما شاء الله، في ناس ممكن يقول لك انه الطير هذا الريش اللي على رقبته ما بيطلع. اثبت لك بتطبيق عملي، يعني ان انا قبل اول ما جبته نتفت رقبته شايفين، وهي طلع قاعد بيطلع، بس لسه بده شغل تنتيف وانا مش فاضي له. فانا كل يوم بس اطلع لايف بمسكه بقعد انتف شوي برقبته، يعني كل ما اكون فاضي بمسكه بنتف رقبته. ففي الحاله هاي ان شاء الله راح يزبط معنا. هسه راح نطعم الحمام هاي مع بعض. طبعا يا اخوان في ناس قال لي يوم سألتكم قديش مسود وقديش أبلغ قديش مسود عندي، ما حدا جاوب صح. عندنا 1 2 3 3 على الأرض، 4 تمام، 5 6 7، يعني عندي أنا يا إخوان 6 مسويت سود، 1 3 على الأرض. هاي يما سيبك من المطوق، هذا 3 على الأرض، وهي عندك 1، وهي عندك 2 تحت، هذا 2، وعندك يا كبير 3 هيو الفوق. يعني عندنا 6 مساويد ومطوق، عندنا 6 مساويد ومطوق. طبعا الحمام يعني البروك متعبها الصراحة، وإحنا مناش نزعجها، بس بدي أحاول أطعميها أشبعها. محمود أجيت؟ محمود عزة، محمود أجا زت الشوال حتى ما قال ليش إنه أجا. ايوه هيك انقص،
الاحوال. طبعا لكل واحد متلاقي ان اسعار العلف راح ترخص. سالت اليوم قالوا لي احنا ما سمعناش. كيف انتم سمعتوا؟ عن جد سالت اليوم وقال لي تبع العلف، اذا احنا ما سمعناش كيف انتم سمعتوا انه العلف راح يرخص؟ والله الصراحه يعني صدمني في الكلمات. بس يا سيدي الحمد لله على كل شيء، نحاول احنا ندير بالنا. تعال تعال طبعا دائما انا بحاول اشبع الحمام كثير، بالذات هاي يا اخوان، لانه هاي ريشها وغيار ريشها كثير صعب وكثير بغلف، فكل ما شبعتها كل ما صار عندها طاقة أكثر إنها تقاوم التعب الإجهاد سواء نفسي أو صحي. فكل ما كانت شبعانة كل ما كانت صحتها أحسن. تمام ما شاء الله، صلاة النبي، صلوا لنا على النبي يا أخوان، اذكروا الله. شوفوا البراملي يعني أصلا مش جعان، بس أنا برضو بيهمني إني أطعمي الجعان، بيهمني إني أشبعها الحمام. ما تبخل عليها لأنه خسارة عليها، حمامة نظيفة منيحة مرتبة ومدفوع حقها مصاري، يعني مش أي كلام. الحمام هسه ما بتبين معك إلا بعد البروك، لما تخلص غيارها كامل تكون صحتها منيحة. طبعا خلينا نفوت جوا، نفوت نفتح الحمام، لأنه هاي الحمام الجواز مطولة هون عنا عشان تكونوا عارفين، وحضلها هون هيك عبال ما يجي الزلمة. تمام ونشوف شو بدنا نسوي فيها. هسه راح نفتح الخشة هاي هيك تسليكة تلعب على السطح. عجبني تعليق واحد، مش عارف شو بدي احكي انا، بس يعني مضطر اني ارد على جواب على سؤال. بقول له ابو يوسف حمامك ميتة ما بتطير منيح، ايش زي هيك يعني تعبانة ما بتطير منيح، يا ميتة يا تعبانة ما بتطير منيح. طب حبيبي بدي اقول لك شغلة، يعني هي شغلة عادية مش اشي، يعني انت ما بتعرف انه احنا هسه فترة بروك والمفروض اكون قاصها انا هاي الحمام اصلا. فاذا ما بتعرف هاي انا عرفتك، لانه هسه احنا فترة بروك غيار ريش، الطير اصلا ممنوع يطير. هذا التكنيس ذبحت الطير، ممنوع يطير، فاحنا بنسيبه هاي زي ما انت شايف، ما بكشه ما بلوح له، هاي بسيبه دشر على الرقصة، بده يطير بطير، هاي في منه انشطاط في شيء لا. فبالحالة هاي احنا اصلا لما بنطيره احنا من تاركينه دشر ما بنطيره. تعالي على موعد حمام كش بعدين تعال قول لي حمامك ما بتطير منيح، احنا هسه ما في حدا بطير، هسه ما في، احنا بوقت بروك، يعني الساعة وقت الزق اصلا المفروض موسم التصوير تبعي يكون تصوير على الزق، وانا هاي شغال لكم بموسم التصوير على الزق، راح نشيل الزق كله عشان رجعت. فيا صديقي يا حبيبي قبل ما تحكي افهم انت في اي موسم، احنا هسه بموسم قلش الريش او قلش الريش او غيار الريش، شو ما تسميها تسميها، او بروك، فالحمام ما بطير ما بعطيك مجهود اصلا. اذا طار مش حيطير كويس. تمام اذا طار مش حيطير كويس، فانت اصلا هيك لما تاكله سايبه انت ومغامر فيه. وبالدليل هاي شايفين انا مش مطيرها الحمام، هي قاعده بس تركتها دشر زي هيك، يعني اذا نويت اطيرها طلع شو بعمل، بس هيك يطير يضره على الرأس. طب ليش ما تقصه؟ ما انت هيك بدك شيء يطير، ليش ما تقصه ابو يوسف؟ ما انت ما بدك اياه يطير. انا ما بدي اقصه عشان يضل في نشاط، يضل في نشاط في حركه،
ما اقصه واخليه نايم على السطح يضل ياكل ويشرب، لما يجي موعد البروك يخلص الاقي دجاجه عندي على السطح، هذا غلط. تمام؟ فبالحاله هاي احنا بنكسب الطير، بيلعب وبطلع وبوكل وبنزل على الرفصه، زائد انا ما بدايقه برمي ريشه براحته وامورنا تمام. طبعا اصدقائي انا ما بعرفش قديش صارت الحلقه، كبيره قصيره طويله ما بعرف صراحه. على العموم هيك حبايبي بنكون خلصنا الفيديو، بتمنى حبايبي تشتركوا بالقناة، اللي مش مشترك في القناة حطوا لايك، اللي ما حطش لايك يسعد مساكم ونشوفكم على خير بعد ما نقرر شو بدنا نسوي في هاي الحمام. وعلى ما يبدو هذا آخر، يعني آخر نظام بتشوفوه عندي على السطح. يسعد مساكم والسلام عليكم.